إن شاء الله راح نتكلم عن النزلات الباردة أو الإنفلونزا، حيث أن هذه الأمراض عبارة عن أمراض تختص في مجال عدوى الفيروسية، أيضا تزول من تلقاء نفسها ومن تلقاء ذاتها في الغالب حد أقصى لمدة أسبوعين، وأيضا لا يجوز إعطاء الطفل مصاصة تقتل البكتيريا أو قطرات علاج السعال، يمكنها أن تساعد في علاج التهاب الحلق إذا كانت قطرات علاج السعال ممكن تعالج الحلق عند الأطفال الذين مصابين إصابة حلقهم بسبب السعال. أيضا ممكن في بعض الحلويات يتم دمج فيها بعض من المضادات الحيوية أو نوع من أنواع العلاجات الحلقية للأطفال، وأنا صراحة لا أنصح أعطاء الطفل هذا العلاج عن طريق الحلوى بسبب أنه يسبب مخاطر حدوث الاختناق. يجب أن لا يتم إعطاء الحلوى العلاجية الصلبة أو قطرات السعال للأطفال فوق سن 5 سنوات. أيضا الهواء الرطب يمكنه أيضا مساعدة الأطفال على التعامل مع مرض الخانوق، لذلك ننصح أنك تقومي بتجربة عمل حمام دافئ مشبع بالبخار لطفلك بعد استشارة الطبيب، أو اجعليه يستنشق هواء لعلاج الكحة المستمرة عند الأطفال الناتجة من مرض الربو عن طريق الجهاز المتخصص لإنتاج الهواء وتنقية الهواء. أيضا قد يحتاج إلى إنعاش طفلك إذا تناول بعض من الأدوية الخطيرة بدون استشارة الطبيب. من الضروري عدم إعطاء الطفل أي علاجات غريبة. أيضا من المهم تحديد مقابلات بسيطة مع الطبيب لكي نتأكد من سلامة الطفل، وتناول السترويدات أيضا وغيرها من الأدوية التي ينصح بها الطبيب مهمة جدا في العلاج. وننصح الجميع التقيد بالنظام الغذائي المهم للعلاج من هذه الأمراض أيضا من قبل أخصائي التغذية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.